لتحديد. والآن تبدأ الدراما مع أول ركلة ترجيح، يرسلها إلى الشباك، تنفيذ ناجح من اللاعب. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. الكرة إلى خارج المرمى، لم يكن في وضعية مريحة، كان قلقاً، كان متوتراً، هكذا كانت الملامح واضحة. نعم، الكرة في المرمى، كيف لا، واللاعب كان في قمة التركيز قبل تنفيذ هذه الكرة. أوه، يسدد الركلة خارج المرمى، اللاعب غير واثق من نفسه وهو يتقدم نحو التسديد. يا رباه، تخطئ المرمى. التركيز مطلوب في تنفيذ ركلات الجزاء. ركلة في المرمى، يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. في المرمى، في المرمى، مسجلا بركلة الترجيح. ركلة ترجيح حساسة للغاية، لو ضاعت لن تكون هناك فرصة أخرى. يا سلام، توقع ممتاز من الحارس، لكنه في التصدي لركلة الترجيح. الكرة في المرمى، الله على الطريقة، تمويه قبل التسويب، يربك حارس المرمى، ركلة تنفذ بنجاح.